أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للقراءة يا شيخ، هل يجوز القراءة على الملح ونفله في البيت يا شيخ؟ إيش؟ القراءة على الملح. على إيش؟ الملح. الملح. إيه نعم، ونفله في أرجاء البيت عن الشياطين وغيره. لا لا، هذا غير صحيح. يعني قولهم إنه إذا قرأ على الملح وضر على البيت لا تقربوا الشيطان، هذا غلط، مو صحيح، ولا يجوز العمل به.